انا برضو عايز اسعد، يعني قول لي انت كنت شايف الماتشات صعبه اسعد، وانت في يعني وانت شغال وشغالين في الماتشات، حسيت ان لا احنا بنكسب بصعوبه، ولا حسيت ان الدنيا حلوه لا والدنيا حسيت هاديه؟ ده بقى الدنيا حلوه قوي عشان تعبنا وكده، طب صحيح، فحسيت الدنيا عاديه يعني. عادي، احنا حسيت ما حسيتش ان في فرقه مثلا تقدر تكسبنا. خالص عشان كلنا كانوا واثقين في بعض وعاملين مجهود كويس، فالحمد لله ربنا ربنا كرمنا. كرمكم فعلا. طب قول لي اسعد، يعني دفاعيا شكلكم اتغير، يعني انتوا في الدفاع دفاع وهجومه كله. كله، بس الدفاع انت عارف طبعا ان هو اللي بيكسب ايوه بطولات. الدفاع وشكلكم الدفاعي والتناغم اللي حصل والقفل والقفل البنتريشن والحاجات دي كلها، لما بداتوا تطبقوه حسيتوا انتم بقيتوا افضل؟ افضل طبعا عشان كله في ديفنس، برضه كنا بنتكلم بعض، كله كان بيساعد بعض، فعشان كده يعني حسيتوا انتم افضل. حسيت افضل. طب اصعب ماتش لعبتوه السنه دي ايه يا اسعد من وجهه نظرك؟ وجهة نظري كان الماتشات مثلا كانت مع مين؟ مصر التامين ولا مصر الزهور؟ التأمين، لو كان اصعب ماتش اخر ثانية ده اللي هو ربنا. جابوا الايكوال وانتوا ايوه واتعمل لعبه وجبنا. ايوه ده كان اصعب ماتش. طيب الماتشات، احنا اللي صعبناها عن نفسنا، برافو عليك، هو ليه بقى كان يا اسعد ليه بقى صعبناها؟ عشان يعني كناش مركزين قوي في الماتش، في المود الماتش، كنا بنعمل ديفنس بنتمرقع، بس مسكينا في الاخر ربنا كرمنا الحمد لله. بس هل يمكن عشان ضمنتوا المكسب في الشوط الكارتر الرابع كان فرق 20 بونت او 15 بونت، فانتوا حسيتوا انكم كسبتوا حسينا بقى؟ احنا كسبنا، بس هم جابونا تاني وما سكتناش، فقمنا. طيب فرق اسكندريه النهارده، انت لسه في ثلاث فرق في اسكندريه، عندك سموحه، عندك سبورتنج، الاتحاد عندك الاتحاد، حاسس ان احنا اللي نكسبه؟ لو تعبنا هنكسبهم. برافو عليك، صح، لو تعبنا انا اكسب، مش من المطلق انا اكسب بس ابقى قد ما اتعب. طب التعب ازاي؟ محتاج ايه اتعب؟ يعني ايه اتعب؟ يعني مثلا يعني نتمرن، يعني نتمرن كويس كل يوم، صبح بالليل فيتنس جيم، كل نعمل كل حاجة اللي نقدر عليه، يعني نعمل كل حاجة في الباسكت عشان ربنا يكرمنا. صح، يعني انت التعب هو المكسب مشترط بالتعب. ايوه طيب انت شايف يا اسعد يعني انه يعني في الطبيعي لما بنكون احنا فريق ومتكامل كل ده كويس، شايف ان انا احافظ على نفسي ده مهم برضو ولا لا؟ يعني النهارده ادوار البرد، الاصابات، اعمل استريتش كويس، لازم طبعا يعني تحافظ الموضوع على مش موضوع نفسك. تمرين بس، انا لا فايق وكل حاجه، ايوه بس عندي الناحيه التانيه لازم ايه، اخلي بالي من نفسي، دي حاجه نفسك مهمه؟ كل حاجه مهمه طبعا. شايف دي مهمه جدا، ايوه لان طبعا اللعيب لو ما يقدرش يحافظ على نفسه مش هيقدر يتمرن. طيب قول لي بقى، انت اخو سيف هنداوي صح كده؟ صح، سيف في الام بي اكاديمي بيكلمك؟ بيكلمني كل يوم طبعا، بيسال فعلا؟ عليا، بنسال عليه كل حاجه، كلمه فيس تايم، فيديو فيس بتاع، تايم، كل حاجه، شاف ماتشاتك اللي فاتت؟ شاف كل حاجه، وكان بينزل لي ستوري كل حاجه. طيب قول لي، هو كان بيوجهك يقول لك ايه مثلا من ضمن الحاجات اللي بيوجهك فيها؟ يعني مثلا دايما بيقول لي مثلا ركز، نام كويس، ركز، طب ايه مثلا كان بيقول لك ايه في الدفاع مثلا؟ كان بيقول لك حاجه في الدفاع؟ يعني اهم، يعني كان بيقول لي اهم حاجه الدفع بغل، يعني بغل. هل عندك يعني قلب كده والدفع بغل طيب بس. وكلمك في ايه تاني في الهجوم مثلا؟ كان بيقول لك تعمل حاجه، بيديك لعبه تعملها، بيقول لك حاجه، يعني ولا كان كلام عادي؟ كان كلام عادي، بنتكلم كلام عادي. بس حلو لما يبقى كده بينك وبين ايوه اخوك، يعني هو طبعا دايما انت بيسأل علينا كلنا، ويعني معانا في كل حاجة طبعا، وانت طبعا باباكو كابتن كايدار هنداوي طبعا طبعا، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، فانتوا عيله كلكم كلكم مع بعض سلاويه، طب ماما كانت بتلعب باسكت كمان، فانتوا طبعا. كلكم مع بعض باسكت بول يعني.